نرى هذا تحسينا للإطار المعيشي للمواطن. عمارية نهاري. فتح المسالك المؤدية إلى القرى والأرياف وتهيئة بعض الطرقات المهترئة بمعسكر من شأنه فك العزلة على الساكنة. هنا في الطريق مدينة مكياج كشتري طريق بيست، وهذا الطريق تشوفوا فيها حفر قام حفر. لا احنا مخادمين الطريق تاع الدواء، الطريق هاي تدينا البلدية تاعتنا تنصرفوا في الحفر، شخطة تيوا انت رايح هكا واحد ملاقي. ودوك مين يخدموا فيها مليحة؟ لا مليحة، تساعد المواطنين كاع بالماتريال. فتح مسالك وتهيئة المسالك الريفية وكذلك تهيئة طرق البلدية وطرق الولائية، وهذه مجهودات الدولة من أجل فك العزلة كذلك تحسين الظروف العمل للفلاحين. 17 مشروع يضم 350 كيلومتر طولي من الطرق الريفية تم الشروع فيه لتنتهي الأشغال في آجالها المحددة. من أجل ربط هذه المناطق خاصة المناطق الفلاحية، لأنه الجزء الأكبر هو مخصص لربط التجمعات الفلاحية، وهذا باش نخليه نعطيه فرصة للفلاحين لخدمة الأرض للوصول إلى هذه المناطق بسهولة. للعلم تم رصد أكثر من مليار سنتيم لتهيئة وتعبيد هذه الطرقات المؤدية إلى المناطق الفلاحية ومشاريع أخرى في الأفق. دولياً